اليوم هبه صارت موجوده معنا بالاستوديو مع موضوع فعلا هيك بكبر القلب، لانه موضوع فعلا هيك بيضرب على الجرح مثل ما بيقولوا، وامور كثيره نحن بحاجه نسلط الضوء عليها، وخاصه هذا الموضوع بالذات اليوم مع هبه وضيوفها. واحد اثنين ثلاثه. هبه صباح الخير. صباح النور. اليوم عن جد موضوع كثير حلو، وفعلا هذا الشيء هيك بحسسنا قديش كل الناس لازم دائما يفكروا يشيلوا هالبصمه وهالوصمه وهالامور البشعه. هنا اشخاص اللي بحطوا عليهم تاج وما بيعودوا بيشيلوها كل حياتهم. مزبوط غيدا. بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين، اكيد لضيوفي ايمان صباغ وعبد ايوب. اهلا وسهلا يعني فيكم. مثل ما قلتي غيدا، اليوم الموضوع حساس بس بنفس الوقت حلو ينحكى فيه، وحلو نضوي عليه، لانه فعلا بمجتمعنا ما بقى لازم نميز بين شخص قادر وشخص منه قادر. صح. بشو قادر وبشو منه قادر. يعني اليوم ايمان عم تكسر هيدا الحاجز، وعم عم عم يعني عم تخلق وعم تعمل الفريق الخاص يلي اسمه ذا سبرنترز، يلي هن مجموعين فريق باسكتبول من عالم ديسابلد ونون ديسابلد. صح. شيء بكبر القلب وشيء كثير حلو. يعني ما ميزتي، خلطتي بين كل العالم، حطيتيهم بقلب فريق واحد وخليتي يحس منه قادر انه يكون مع القادر، والعكس كمان صحيح. خبرينا اكثر شو هو هذا الفريق وكيف ولدت الفكره. اوكي، بونجور. اهلا وسهلا. يا اهلا. انا صار لي 10 سنين بشتغل مع people with special needs او disabilities. بلشنا اول شيء مع special olympics لان كنا ماشيين مع اولاد عندهم intellectual disabilities. بالبروجرامز اللي بقدمهم سبيشال اولمبيكس، في بروجرام اسمه ام اي تي بي، هو بروجرام للاولاد اللي عندهم صعوبات حركيه. ذن لاست يير بلشنا مع جمعيه ترابلس لرياضه المعوقين مع الكوتش توفيق علوش لرياضه الفيزيكال ديسابيلتيز اللي هي ويل تشير باسكتبول. بلشنا هذا الفريق كفريق انكلوجن تنفرج العالم اول شيء على الابيليتي rather than disability، لان اشي صار من شوي انه دغري بس حتى يطلع الواحد بحدا دغري بروح عليه على هيدا التاج انه هيدا paralyzed او هيدا عنده physical disabilities، بس ما بيطلع على الابيليتي اللي هو قادر يعملها. صحيح، على نقاط القوه تبعيته. مزبوط. صحيح. ويعني باي ذا واي هو العالم كمان، يعني سوري على بس انه مضطرين نحط هيك شوي لنميز اليوم بحلقتنا، لانه نحن اصلا بدنا نفرج الفرق وبدنا نفرج انه كيف لازم يندمجوا. هو العالم اصحاب طاقات اضافيه بيكونوا. يعني ف كفي. اكزاكتلي. من النشاطات اللي عملناها، يعني بس تلاقي حدا على الويل تشير قادر يلعب باسكتبول، عم بيكونوا يقدروا يلعبوا باسكتبول اكثر من الناس اللي هن بيلعبوا رننج باسكتبول، اللي هن النون ديسابل عم ينزلوا سوا على الفريق. فهيديك انه اوكي شاطر بالباسكتبول، هو واقف بس هو قاعد على الكرسي يمكن ما عنده هيدي الابيلتي اللي عنده اياها، اللي عنده فيزيكال ديسابل على الكرسي. سو هذا الشيء اللي بدنا ندور عليه. وعم جرب نعمل انكلوجن تيم كرمال نساعد على الانتجريشن بقلب السوسايتي، وقديش هي بتساعدهم تتحسنوا عن سوشيالي سايكولوجيكلي هيلث على كل الاصعد اللي لهم. نعم. طيب انا بعرف انه هلا في مشروع عم يتحضر ليصير بسبت الجاي بصيدا، تخبرينا اكثر عنه كمان ايمان. بلشنا بالايفنت، هو حيكون اول ايفنت على صعيد صيدا والجنوب، هو تورنمنت صغيره اسمها سبورتس ويز باور. حيكون فريق سبرنتر صيدا حيلعب ضد فريقين من طرابلس ومن بيروت. كمان هود الفريقين ذا سيم تقريبا نفس الاعمار، وكمان انكلوجن تيمز. حيكون disabled مع non disabled عم يلعب مع بعض ضد هود الفرق. It's not like any other sport activity انه بجيب ناس special needs ببلش بلعبهم شيء برجعوا بفلوا. لا، هذا التارجت تبعه انه تكون like هذا الايفنت يكون yearly و like كل سنه بدنا نجرب نعمله. وان شاء الله انه ليتر اون مش بس يكون بصيدا طرابلس بيروت، يتعمم على كل مناطق بلبنان ويتحقق على الارض. فعلا برافو. يعني عبد، حضرتك ك مانجر ماركتنج مانجر لكل هالمشروع هيدا، خبرني كيف عم بيصير الماركتنج، كيف عم بتسوق، يعني اذا فينا نقول لهالفريق كيف عم تلاقي رده فعل العالم، شو عم تعمل ليبين اكثر
بالفعل هو انطلاقا من اللي حكته ايمان، نحن اول ما قعدنا وخططنا لهيدا القصه كلها بلشت انه نحن كيف بدنا نقول انه سبورتس وذ باور، يعني انطلاقا من الاسم الاساسي، لانه كل شيء كانت عم تحكيه وبتطبق نحن بنترجمه لحتى نوصل للعالم المسج انه كيف لازم انه كل هذا الشيء هو عباره عن قوه. صح. واخذنا تاج لاين بالعربي هو بدايه حلم، لانه بالفعل هو عن جد بدايه حلم. يمكن بالنسبه لاشخاص بتطلع فيه بتقول انه لا شيء انه عادي، لا منه عادي، بس هو أكيد. بس هو لا، هو بدايه حلم، هو اذا بدك الخطوه الاولى نحو انه نحن نوصل تعرف العالم بالمجتمع انه عن جد لا في كتير قدرات، في كتير. انا مثلا مني وعلي ما كنت اعرف، اول مره نزلت اجتمعت انا وايمان وشفت الفريق وشفت السبيريت اللي عندهم وشفت عن جد حمست اكثر بكثير الشغل كثير كثير كثير. فبدي انقل انا هيدا الشيء بخبرتي اللي هو بحكم خبرتي اللي هو الماركتينج، انه انقل هيدا الشيء للعالم كمان وصلهم هيدي الرساله انه يقدر يشوف اللي انا شفته. لانه في عم تقدر توصل هيدا الشيء؟ اكيد اكيد اكيد. العالم كيف عم تتفاعل؟ لا كثير عم تتفاعل، كثير كثير كثير، لانه العالم بدها تعرف انه في عم بتساعد؟ كثير عم بتساعد، وانا بتمنى من العالم كلها اساسا تضلها تساعد. مثلا كيف انه على الفيسبوك اذا شافوا الايفنت يعملوا شير من خلال المؤسسات، مثلا المؤسسات لما تحكي مؤسسة تعرف النشاط مثل هذا بيكون بده دعم اكيد، فالمؤسسات عم تدعم هذا الموضوع، بلس الدعم اللي عم ناخده من الفعاليات السياسية بالمنطقة ومن بلدية صيدا، يعني على رئيسة استاذ محمد السعودي ولا لحظة ولا لحظة الا ما كان عم بيساعد باي نشاط عم بيصير خصوصا بهذا النشاط. نعم. واعضاء البلديه كلها فعم بيساعدوا بشكل كثير كبير. متوقعين كثير عالم؟ متوقعين كثير عالم السبت، لانه وبندعي كل العالم انه تنزل، لانه اي دعم هو دعم معنوي ان كان دعم مادي او دعم معنوي، الدعم المعنوي كثير كثير لازم يكون متواجد. لما يشوفوا هالاشخاص انه في عالم حواليهم، انه في سبورت، انه هن قادرين يشوفوا القدره اللي عندنا اياها. نعم. لانه في كميه طاقه لازم تتفرجها للعالم. نعم. فهذا الموضوع بتمنى على الكل السبت الجاي. نعم. ب 15 الشهر يلاقونا بملعب صيدا البلدي الساعة 6 لحتى كلنا عن جد نعمل هذا النشاط ونفرج المجتمع انه كله ضمن مجتمع واحد وضمن وان كوميونيتي. الاساس هو الدمج، هو بالدرجة هو الاولى. هيدي اهم نقطة. هيدي اهم نقطة. إيمان، يعني اليوم قسم من الفريق موجود معنا بالاستوديو وصراحة شيء بكبر القلب وانا كثير انبسطت فيهم. حقوم انا لعندهم وانت كمان حتساعديني لنشوف كل شخص شو الحال اللي عنده وتعرفينا عليه اكثر، فيك تقومي معي كمان اذا بدك. طيب حنبلش مع بنوت هون كمان، اول صبيه معنا، شو اسمك؟ زهراء. زهراء، زهراء قد ايه لك بتلعبي باسكت؟ بتطلع هيك على الكاميرا؟ كذا مره. صرتي تلعبي كذا مره؟ بتحبي كثير الباسكت؟ كثير. بتحبي كوتش ايمان؟ ايه. طيب ايمان شو مشكله، شو الشيء اللي بتعاني منه زهراء؟ زهراء عندها سيريبرال بالسي، عندها شلل دماغي. اوكي. التعامل مع زهرة التمرين عم بيكون سهل؟ يعني عم تكتشفي اكثر انه عندها الويل انه بعد تتحسن اكثر بالباسكت؟ زهرة بس اجت على الفريق كثير كثير بتشوف التحسن كيف كانت وكيف صارت. يس. وقديش هذا الباسكت بول تريننج حتى اعطيها بوش حتى بعد تعمل ديفلوبمنت اكثر. هلا يمكن هي بعدها اقل بالسبيد يمكن من غيرها، بس اذا بتشوفي قديش التحسن تبعها صار من اول ما بلشنا لهلا، يرسي قديش هي عم تشتغل على حالها، قديش هي موتيفيتد، قديش هي مبسوطه انه صار عندها نادي تقدر تيجي عليه بعد الظهر مثل اي نون ديسابلد بيرسون. برافو. قديش عمرها زهراء؟ زهراء قد ايه عمرك؟ 24. على بالي المية ان شاء الله يا زهراء. طيب كمان غير زهراء توقفي حدي هون، بدلك اوكي حدي على الكاميرا، شو اسمك؟ حسين. قد ايه عمرك يا حسين؟ 19. 19؟ وخبرني قد ايه بتحب الباسكتبول؟ بتحب الباسكت؟ كثير؟ ومبسوط مع الفريق؟ ايه. والسبت بدك تلعب وبدك تربح؟ ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. كمان حسين تخبرينا اكثر عن حسين. حسين هو عنده إيركنسون. اوكي. وعنده كمان اجر اطول من اجر. نعم. سو حسين كمان بلش معنا من اول ما بلشنا بالفريق من سنه، وكمان حسين بيكون على الويل تشير وقت الباسكت ولا لا؟ كلهم بيكونوا على الويل، ما في حدا بيكون. اوكي اوكي اوكي. كله بيكون عم يلعب بنفس بنفس الطريقه.
اوكي طيب صبيتين كمان بتقربوا لعندي، حسين بتوقف هون حد زهراء. عم نحكي هلا مع نون ديسيبلد مزبوط؟ بتعرفينا عن حالك؟ اسمي اسيل. اسيل قد ايه عمرك يا اسيل؟ 18 سنه. كمان سلوى 19 سنه. طيب اسيل وسلوى هن من الاشخاص نون ديسيبلد اللي بيلعبوا رانينج باسكتبول مزبوط، وحبوا ينخرطوا مع يعني مع الفريق السبرنترز ويكونوا معهم. سو اوكي حسين قرب شوي لعندي هون، خبرونا كيف لقيتوا هالاكسبيرينس؟ ليه نقيتوا تكونوا مع فريق مثل السبرنترز؟ هلا اول شيء لقيناه غريبه انه نحن نلعب بالويلتشير، انه نحن نقعد على الويلتشير انه نكون معهم. رجعنا بس جربنا هالشيء انه طلعنا انه هذا بده يكون دعم لهم، تشجيع انه ما يكونوا ما يحسوا حالهم على هامش المجتمع. اكيد يكونوا يعني تتاح لهم الفرصه انه يلعبوا حيالله رياضه، يحسوا حالهم مثلنا مثلهم، ما في شيء يعني ان كان عندهم قدره ما قادرين يعملوها الله بعوضهم بشيء ثاني، يكون يمكن يكونوا بيلعبوا احسن مننا بقلب الملعب. انا بقول بيلعبوا احسن منك. لا ما بقول، لا صراحه في عندهم اسم الله قدرات يعني الله بعوضهم فيها. اكيد اكيد ما في شيء ناقص. كمان اول شيء لما فتنا على الفريق اول شيء طبعا استصعبنا، حسيتي شي مره انه لا ما بقى بدك تنسحبي من هالخبريه؟ بالعكس هذا كان بوش لنا، لان هني شافوا الاكتيفيتي فينا. نعم. يعني نحن مثلا لما نعمل سبرنت او لما نعمل لاي اب او شيء هني يشوفوا قديش نحن مثلا سريعين، قديش الحيويه فينا، صرت حمسون اكثر. فهيدا الشيء كثير كثير مطلوب بين الفريق. نعم. كمان بتقرب لعندي، تعرفنا عن حالك على الكاميرا. انا اسمي محمد. محمد قد ايه عمرك؟ 26 سنه. محمد شو قل لي شو مشكلتك؟ عندي بتر باجري الشمال. بتر باجرك الشمال؟ صحيح. اوكي مركب يعني مركب طرف. مركب طرف صحيح. اوكي. بلعب رانينج باسكتبول. نعم. وشفت موضوع الويل تشير باسكتبول كمان. نعم. حبيت خوض التجربه مع كوتش ايمان. نعم. كيف لقيت كوتش ايمان؟ بعد ما حكينا عن كوتش ايمان كيف لقيتوه؟ كوتش ايمان كثير رائعه، خصوصا بتعطيك حافز كثير قوي انك تندمجي بالفريق. اها بتلعب باسكت منيح؟ بختي كنا نلعب سوا يا ماشي حالة. اوكي فحبيت فكره الفريق، حبينا الويل تشير اكثر من الرننج باسكت بول. نعم. بدل ما يصير زي تيم صرنا زي عائله. نعم. اكثر منه تيم باسكت بول. ايمان كل قد ايه بتمرنوا؟ نحن هلا بنتمرن 3 ايام بالاسبوع، اثنين اربعة جمعه. نعم. اوقات بنغير الايام حسب انت انتم بيقدروا. قد ايه في بالفريق كم لاعب ولاعبه؟ 15 لاعب ولاعبه. 15. واو غيدة عن جد يعني بفتكر الواحد ما لازم يحكي، المساج بتوصل لحالها. يعني ايمان وعبد هالشغل يلي عم يعملوه مع هالتيم الرائع، يعني شيء قد ما بيوجع القلب قد ما بيكبر القلب كثير. عن جد يعني هيدا الشيء نحن فخورين فيكم، يعني كل التوفيق ان شاء الله للفريق، يعني كل الفريق ان شاء الله نهار السبت المقبل نحن بانتظار هيدي اول بطوله ان شاء الله رح تكون لكم، واكيد ان شاء الله بطولات لاحقه كمان بتكون. قبل ما نختم بس بدي ايمان، في عنا نشاطات بعد مقبله غير نهار السبت؟ عم تحضروا لشيء اكبر من هيك ولا هلا حاليا؟ عبد شو هلا حاليا كل تركيزنا على نهارة السبت. نعم. وبدنا كل العالم تشجع. أكيد. محمد أكيد. قال شغلة كتير حلوة انه صرنا تقريبا عائلة وحدة. صحيح. الكل بخاف على الكل، فبنتمنى من كل يعني كل العالم تشجعنا. صحيح. وتنزل نهارة السبت، هيدا اهم شغلة. على كل حال هيدي دعوة من فكرت 1-2-3 وبرنامج عالم الصباح. السبت انا اذا برومس اذا ما عندي شغل حكون اول وحده موجوده بالملعب اكيد. نعم. لشجع طبعا هالفريق الرائع. دائما يعني اي حدا عم يحضرنا عنده بالبيت من ذوي الاحتياجات الخاصه ادعمون وخلون ينزلوا ويفجوا مواهبهم شو عندهم، لانه اكيد عندهم، كل شخص عنده شيء بحياته ما بيعرفه، يمكن مجرد ما نشجعه حتتفجر هالموهبه. غيدة هيدي حلقتي كانت لليوم. شكرا كثير هبه، اكيد يعطيكم الف عافيه. ايمان وعبد شكرا كثير اكيد لكم، ويعطيكم العافيه على احتضان هالاشخاص اللي هن فعلا بحاجة لكل دعم، يعني إن كان بالنسبة لسعيد أنه توصل رسالة للمؤسسات وللشركات وللجمعيات، إنما أيضا كمان للأهل، لأنه هن الأهل بالدرجة الأولى اللي بيكونوا حاسين حالهم. وللمجتمع عن إكزاكتلي أكيد المجتمع حتى يتقبلهم أكثر. صح. ويفتح قلبه لألهم، يفتح بوابه لألهم، مد إيده لألهم، لأنه فعلا هذا الشيء هو أساسي، وهن جزء كتير كبير من المجتمع وموجودين بكل طاقاته. نحن ما نشكرك على انا بدي اشكركم كثير اكيد رح نتابع بعض لحظات استضافتكم. خليك اهلا وسهلا فيكم، اقل شيء اكيد رح نتابع، خليكم معنا.